والآن ينضم إلينا من فيينا مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذن اليوم هو الخامس في جولة المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، وإيريك مورا يتحدث عن تقدم في المفاوضات. ما هو هذا التقدم الحاصل؟ صباح الخير يحيى. في الواقع جميع الأطراف تبدي نوع من التفاؤل هذه المرة، ربما ليس فقط إنريكي مورا وإنما أيضا المبعوث الروسي، أيضا الجانب الإيراني، الجميع يتحدث عن تقدم، ولكن الجميع يؤكد أيضا بأن الوصول إلى خط النهاية وإلى صفقة تحيي الاتفاق النووي هو رهن باتخاذ قرارات واضحة. بحسب تعبير المبعوث الروسي مندوب روسيا في المفاوضات النووية ميخائيل أوليانوف، بقي 5 ثواني على خط النهاية، ولكن ربما هذه 5 ثواني هي الأصعب بطبيعة الحال. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا اليوم ستتواصل هذه المفاوضات في إطار لقاءات ثنائية. حتى هذه اللحظة لم تنطلق بعد في اليوم الخامس أي اجتماعات، والمواضيع تتركز بشكل أساسي على نقطتين. النقطة الأولى تصر عليها إيران هي ضرورة إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الملف الذي فتح مؤخرا من خلال بيان وتقرير من خلال تقرير المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي، ومن خلال أيضا بيان الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، الذي يتحدث عن 3 مواقع في إيران تم العثور على آثار لليورانيوم فيها، وطلبت الوكالة من إيران تقديم إجابات، وقال جروسي لاحقا أن هذه الإجابات لم تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تعتقد بأن الإبقاء على هذا الملف مفتوحا يعني تقديم شماعة إلى المرحلة المستقبلية يمكن أن تكون أو تستغل للإساءة إلى أي صفقة أو اتفاق يتم التوصل إليه بطبيعة الحال. لذلك تصر إيران على إغلاق هذا الملف تماما كما أغلق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة PMD عام 2015 عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي. النقطة الثانية التي يصر عليها الجانب الإيراني هو تقديم الضمانات. في هذا المجال هناك أنواع كثيرة من الضمانات تم التوصل إلى توافقات بشأنها، ولكن يبدو أن الضمان الذي تبحث عنه إيران الآن مرتبط بالاستثمارات الاقتصادية في إيران من قبل الشركاء والمستثمرين الأجانب في إيران. تقول إيران بأن أي مستثمر أجنبي سيأتي إلى إيران يجب أن يكون لديه نوع من الثقة وعدم القلق تجاه استثماره في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات. هناك الحديث عن مدة من أجل أن يكون هناك فرصة أمام هذا المستثمر في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق لكي يتمكن من مواصلة عمله في إيران دون أن يخضع للعقوبات الأمريكية. بحسب المعلومات المتوفرة لدي من مصادر مطلعة، النقاش يدور حول هذه المدة وكيفية ضمان الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية في الداخل الإيراني في حال انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة التي ستحيي الاتفاق النووي. بطبيعة الحال من هذا الفندق، فندق كوبرد، يخرج دائما يخرج إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات ويتحرك باتجاه فندق كارلتون للقاء الوفدين الإيراني هنا والأمريكي هناك في محاولة لتقريب وجهات النظر. أشكرك جزيلا مراسلنا حازم كلاس، كنت معنا من فيينا.